بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم النهاردة على الايكويجن بتاعت الستريت لاين. في الايكويجن بتاعت الستريت لاين احنا عارفين ان الستريت لاين الجنرال فورم بتاعت الايكويجن بتاعته هي عبارة عن ax plus by plus c equal 0. وقلنا انه الريليشن اي ريليشن مثلا يعني لو قلت مثلا x plus y يعني لو قلت مثلا x plus y equal 1 دي equation الستريت لاين. لو قلت برضو x equal 4 دي برضو equation. لو قلت y equal 3 برضو دي equation. تمام. يبقى انا لما باجي اتكلم على الـ على الايكويجن بتاعت الستريت لاين برضو طالما بتكلم على الايكويجن بتاعت الستريت لاين يبقى انا بحتاج افتكر ازاي كنت بجيب السلوب. السلوب بجيبه عن طريق ان انا بعمل الفاريشن ان واي اوفر الفاريشن ان اكس. في يبقى بالشكل ده لو انا عندي 2 بوينتس اقدر اجيب السلوب بتاع الايه بتاع الستريت لاين. تمام. طيب دي كانت حاجه وعرفنا ازاي ان انا بجيب السلوب بتاع الستريت لاين. وقلنا ان انا السلوب لو اللاين انكلاينز باي ان اكيوت انجل تو ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس بيبقى السلوب بوزيتيف. لو انكلاينز باوبتيوس انجل يبقى السلوب نيجاتيف. لو بارلل للاكس اكسس يبقى السلوب ايكوال زيرو. لو بارلل للواي اكسس يبقى السلوب اندفايند. مش كده؟ طيب هنيجي نتكلم. كنا قلنا برضو ان لو عندي تو ستريت لاينز بارلل ده معناها ان السلوبس بتاعتهم ايكوال لان هم لهم نفس الانكلينيشن انجل تو ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. كمان بقول عليهم ان هم بيربنديكولار لو البرودكت بتاع الام 1 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف 1. برضو بالنسبه للايكويجن بتاعت الستريت لاين السنه دي مش احنا اخذنا هاو تو فورم ذا ايكويجن اوف ذا ستريت لاين قبل كده ان اور بريفيس ستادينج. النهارده برضو هناخد ديفرنت فورمز للايكويجن بتاعت الستريت لاين. بمعنى ان انا عندي 3 فورمز للايكويجن بتاعت الستريت لاين اللي هي الفيكتور ايكويجن والبارامتريك ايكويجن والكارتيزيان ايكويجن. ده بمعنى ان انا لو عندي ستريت لاين ال باسز ثرو ا بوينت اكس 1 واي 1 واليو ده عباره عن دايركشن فيكتور. دايركشن فيكتور بمعنى ان هو اما ان هو دايركشن فيكتور اون ذا ستريت لاين اتسلف اور بارلل تو ذا جيفن لاين ال. ذيس مينز انه ذا فيكتور ار ايكوال للفيكتور ايكويشن اي بلس كي يو. تمام. الاي فيكتور اللي انت بتاخد زي ما انت عارف لو عندي البوينت لما بوصلها بالاورجن يبقى انت كده وصلتها بالبوينت. طيب الكي ده الكونستانت بتاعي واليو ده اللي هو الدايركشن فيكتور ان دايركشن اوف ذا فيكتور اي. طيب يبقى ان اذر ووردز وي كان رايت انستيد اوف ار ات ويل بي اكس واي instead of the vector a we replace it by the point itself x1 y1 which refers to the vector plus k a و b. واحنا عارفين ان ال a وال b ده اللي هو ال direction vector وبقدر اجيب منه السلوب عن طريق ان انا بعمل second over first يعني b over a. كمان البارامتريك equation بتاعتي ببتدي اعمل comparison with between the left hand side and the right hand side. So x equal x1 plus k a y equal y1 plus k b by symmetric and erasing the constant equality of k we get the variation in y over variation in x equal m which refers to the Cartesian equation and by cross multiplication we can get another form. For example if we have a point a and it has a direction vector u we can perform the different forms of the equation starting with the vector equation r which is 3 negative 2 plus k negative 2 1.
by comparing the elements of x and the elements of y. So x will be 3 minus 2k, y equal negative 2 plus k. And let k in one side and left hand side equal right left hand side. So right hand side equal right hand side. We can deduce the Cartesian equation x plus 2 from here in transfer negative 2 to the positive direction, and x minus 3 to be equal negative 1 over 2. And by cross multiplication, we get the general form as we learned before, which is x plus 2y equal 1. Another solution to get the Cartesian equation, x minus 3 over negative 2 equal y plus 2 equal over 1. This means antecedent over antecedent equal consequent over consequent, and so on. This is our forms of the equation line. In another form, we can use the different forms getting the slope of the straight line, and which passes through the point negative 2 or negative 1. If we given the slope, قلنا طبعا يبقى من السلوب اقدر اجيب الدايركشن فيكتور اللي هو اليو. يبقى احنا قلنا ان هو اللي فوق هو البي واللي تحت هو الاي، يبقى 5 ونيجاتيف 4. طب واحد يقول لي طب ليه ما خلاش نيجاتيف 5 4؟ مفيش مشاكل، هي برضو، يبقى ده برضو ايه؟ دايركشن فيكتور. ماشي، يبقى انا كده من السلوب قدرت اطلع الدايركشن فيكتور، وعندي البوينت. يبقى كده دي الفيكتور ايكويجن بتاعتي. الفيكتور ايكويجن هعمل كومبيرنج للاكس وللواي، اطلع البارامتريك ايكويجن، وبعدين اطلع منها الكارتيزيان فورم عن طريق ان انا بجيب بنقل الاكس في سايد والكي في سايد لوحدها، هنا برضو الواي في سايد والكي في سايد، واساوي الداب ده. يبقى انا كده طلعت الايه؟ الجنرال فورم، مش كده؟ طيب في عندي الايكويشن بتاعت الستريت لاين given two points lying on it. يعني طب لو انا عندي بقى two points مثلا P x1 y1 و n equal x2 y2. طيب يبقى الدايركشن فيكتور بتاعي بقى المره دي هجيبه على الطريق اللي احنا كنا اتعلمناه في الدروس اللي فاتت. هيبقى عباره عن بي ان او ان بي. يبقى لو قلت بي ان يبقى الدايركشن فيكتور بتاعي هيبقى عباره عن ان ماينس البي. تمام، الان ماينس البي يعني معناها اكس 2 ماينس اكس 1 واي 2 ماينس واي 1. يبقى انا كده طلعت الدايركشن فيكتور من التو بوينتس، ويبقى الفيكتور ايكويشن بتاعتي هي الشكل ده، ان انا هاخد البوينت بي مثلا، ويبقى الكي كونستانت بتاعي زي ما هو، وده الدايركشن فيكتور بتاعي اللي هو ان انا عملت الان ماينس البي، مش كده؟ وامشي عادي خالص زي الستبس اللي انا كنت عملتها قبل كده. زي الاكزامبل اللي عندي هنا اهو، بيقول لي هات لي الديفرنت فورمز للايكويشن بتاعت الستريت لاين which passes through the two points بي وان. طيب عندي البي التو بوينتس البي والان، يبقى هعمل الان ماينس البي، يبقى اليو فيكتور عباره عن البي ان يعني الان ماينس البي. ماشي، طيب الان ماينس البي يعني معناها نيجاتيف 2 ماينس 3، نيجاتيف 2 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 5، مش كده؟ طيب و4 ماينس نيجاتيف 1 يبقى ايه؟ يعني معناها 4 بلس 1 تبقى 5. يبقى ده دايركشن فيكتور اوف ذا ريكوايرد ستريت لاين. طيب اليو داش يبقى عباره عن فيفث اليو. تمام، يبقى اليو داش عباره عن ايه؟ فيفث اليو يعني معناها فيفث نيجاتيف 5 و5 اللي هو نيجاتيف 1 1، ده دايركشن فيكتور اولسو اوف ذا ريكوايرد ستريت لاين. تمام، زي ما احنا اتفقنا انه الدايركشن فيكتور ده ممكن يكون فيكتور ميني فيكتورز موجوده اوريدي على او كوانسيدنت على اللاين نفسه، او ان هم يكونوا بارلل لللاين. يبقى علشان اجيب السلوب بتاع اللاين يبقى بعمل السكند على الفيرست زي ما اتعلمنا زي ما قلنا قبل كده. ماشي، فانت لو اخدت هنا كونستانت زي ده كده هو يبقى انا كده قدرت اجيب الايه؟ اجيب دايركشن انذر دايركشن فيكتور للايه؟ لده. طيب لو انا اتكلمت هنا على الفيكتور ايكويشن يبقى ببتدي اتكلم على الار ايكوال بي بلس كي يو داش. تمام،
واطلع البي البوينت بتاعتي وادي الدايركشن فيكتور اللي انا جبته، وبعدين اعمل البارامتريك ايكويجن واعمل الكارتيزيان ايكويجن. في شويه ريماركس هنا بيقول لي انه لو الايكويجن بتاعت الستريت لاين لما يمر بالاورجن بتبقى عباره عن ار بلس كي يو، لان انت عندك هنا البوينت زيرو خلاص ما ايه مش زيرو بلس حاجه ما فيش، هي الحاجه نفسها تمام كده. برضو اليو ده هو الدايركشن فيكتور بتاع اللاين. الكارتيزيان ايكويجن اللي هي واي ايكوال ام اكس يبقى ده السلوب بتاع الستريت لاين مش كده، لان البوينت الام اكس بلس بي البي دي هتبقى بزيرو. الدايركشن فيكتور بتاع اللاين اللي بيمر بالاوريجن والبوينت دي والدايركشن فيكتور ده تمام، يبقى الدايركشن فيكتور بتاع الستريت لاين اللي بيمر بالاوريجن والبوينت اكس 1 واي 1 هو عباره عن اكس 1 واي 1 طالما ان هو بيمر بالايه بالاوريجن ماشي وبيمر بالبوينت ديت، يبقى اخد البوينت دي كدايركشن فيكتور على طول كده. طيب لو اللاين اللي بارل للاكس اكسس وبيمر بالبوينت اكس 1 واي 1 يبقى الفيكتور بتاعه عباره عن ايه، عباره عن الاي فيكتور اللي هي بالفاندمنت بتاعه الفاندمنتال يونتس ديت، بس الاي فيكتور بقى اللي هي 1 و 0 يبقى دي عباره عن دايركشن فيكتور ليه تمام كده. ده في حاله ان هو يكون بارل لليمين للاكس اكسس اند باسز ثرو ذا بوينت اكس 1 واي 1. طيب بيبقى الفيكتور ايكويشن بتاعته اكس 1 واي 1 بلس كي 1 و 0 والكارتيزيان ايكويشن بتاعته هيبقى الفاريشن اللي هو واي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 ايكوال 0 اوفر 1، يعني معناها ان الواي ايكوال واي 1 مش كده. طيب اللاين اللي بارل للواي اكسس وباسز ثرو ذا بوينت اكس 1 واي 1 الفيكتور بتاعه جي عباره عن 0 1 ده دايركشن فيكتور ليه. طيب والفيكتور ايكويشن ده نفس الكلام بس بدل 0 اوفر 1 هتبقى 1 اوفر 0 اللي هي undefined، ويبقى بالشكل ده باخد اللي تحت اللي هو x equal x1. الايكويشن بتاعت الاكس اكسس ان الواي بزيرو، الواي بزيرو يعني معناها الار فيكتور اللي هو الايكو فيكتور ايكويشن عباره عن كي 1 و 0. طيب الايكويشن بتاعت الواي يبقى الاكس بزيرو اللي تعكس يعني، يبقى الار عباره عن كي 0 1 ماشي الكلام كده. طيب يبقى لو جه قال لي هات لي الفيكتور فورم and the cartesian form of the equation of the straight line which passes through the origin point and the point b negative 3 5 يبقى الستريت لاين ده بيمر بالاوريجن مش كده، يبقى الفيكتور بتاعه ايه هو البوينت اللي هو مديها لي ديت زي ما قلنا في الريماركس مش كده، يبقى ده دايركشن فيكتور، يبقى البوينت دي هعتبرها هي الدايركشن فيكتور بتاعي، ويبقى السلوب عباره عن السكند على الفيرست يبقى نيجاتيف 5 اوفر 3 او 5 اوفر نيجاتيف 3 وات ايفر. يبقى الفيكتور ايكويشن بتاعتي اللي هي عباره عن ار ايكوال كي يو فيكتور زي ما قلنا في الريماركس بالظبط، يبقى كي تايمز نيجاتيف 3 و5 ماشي. طيب الكارتيزيان ايكويشن بتاعتي اللي هي واي ايكوال ام اكس مش كده، يعني السلوب بتاعك انت قلت بكام، بنيجاتيف 5 اوفر 3 يبقى نيجاتيف 5 اوفر 3 اكس. لو انت حبيت تعملها كروس ملتيبليكيشن هتخلي دي نيجاتيف 5 x over 3 ويبقى 3y اعمل بقى cross multiplication equal negative 5x يعني معناها 3y plus 5x equal 0 تمام كده تمام. طيب لو جينا نقلنا على حاجة تانية هنا مثلا يقول لي perpendicular direction vector of a straight line. طيب ازاي بقى بجيب perpendicular vector ده؟ مش انت عندك احنا اتفقنا ان الدايركشن فيكتور اللي هو الاي وبي، هتعمل ايه بقى عشان تجيب فيكتور بيربنديكولار عليه ماشي، هتبدلهم يعني البي مكان الاي وتغير اشاره اي واحد فيهم، الساين بتاعت اي واحد فيهم هتغيرها، يبقى البي يبقى هتغير اشاره مين، اشاره التاني مثلا هنا يعني الاي وبي بقت بي واي، وغير اشاره مين السكند يبقى نيجاتيف نيجاتيف اي، هي كانت ايه تبقى نيجاتيف اي ماشي. طيب يعني مثلا لو ال n ده a و b بيربنديكولار على لاين ماشي، يبقى على الفورم ديت k b ونيجاتيف a ده دايركشن فيكتور او تو ذيس ستريت لاين ماشي، يبقى بدلهم ما هو ده البيربنديكولار، بدل بقى يبقى b و a وغير اشاره التاني يبقى نيجاتيف a، يبقى ده كده دايركشن فيكتور لللاين نفسه. يعني لو انت عندك بيربنديكولار على اللاين
برضه هتعمل نفس الكلام، تبدل وتغير الشرط التاني، يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت الوجه. طب هو انا اقدر اجيب كذا كذا فيكتور بيربنديكولار؟ اقدر. يعني انت عندك مثلا ال 4 و 5 ده، لو سي ان هو دايركشن فيكتور، بدل بقت 5 و 4 وغير اشاره الفوق يبقى نيجاتيف. طب غير اشاره اي، ما احنا قلنا غير اشاره اي واحد يبقى نيجاتيف 5 و 4. طب اعمل تايمز 2 تايمز كونستانت يبقى نيجاتيف 10 و 8. اعمل تايمز 3 او اند سو اون. ماشي. يبقى لما يجي يقول لي هات لي الفيكتور، هات لي الديفرنت فورمز بتاعه الايكويشن بتاعه اللاين which passes through the point b negative 3 و5 and is perpendicular to the vector n 1 و4. طيب انت عندك ده البربنديكولار مش كده؟ يبقى لو بدلت وغيرت اشاره اي واحد منهم يبقى انا كده طلعت الدايركشن فيكتور. وبعدين تجيب الايه؟ الفيكتور ايكويشن اللي احنا عارفينها، هتاخد البوينت وهتاخد الدايركشن فيكتور، وبعدين تعمل كومباريزون، هتشيل الار وتحط بدلها اكس وواي، وتقارن الاكس وتقارن الواي، تعمل كومبيرنج، وبعدين تجيب البارامتريك ايكويشن. جبت البارامتريك ايكويشن، هات الكيف سايد لوحدها وطلع الفاريشن ان واي على الفاريشن ان اكس ايكوال نيجاتيف 1 على 4 اللي هو السلوب بتاعك، ويبقى انت كده جبت الجنرال ايه؟ جبت الجنرال فورم. ماشي. طيب ان جنرال بنقول في الريمارك ديت، لو انا عندي ده الفورم بتاع الفورم بتاع الايكويشن بتاعه الستريت لاين، لو انت عندك الان عباره عن اي وبي اهو، يبقى ده الان اللي هو الاي وبي، يبقى عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الكوفيشنت بتاع الاكس او والكوفيشنت بتاع الواي، ده اللي هو بيبقى بيربنديكولار فيكتور على الستريت لاين. طيب امال الدايركشن فيكتور بقى يبقى عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن البي ونيجاتيف ايه؟ ده دايركشن فيكتور لللاين ده. يبقى احنا كده ايه؟ ده جنرالي. يبقى احنا ربطنا الموضوع كده بالجنرال فورمولا للايه؟ للايكويشن بتاعت الستريت لاين. يعني مثلا لو انت عندك ايكويشن زي دي كده 2x بلس 3y بلس 7 ايكوال 0، يبقى ال 2 3 على طول ده فيكتور بيربنديكولار على الايه؟ على اللاين بتاع الايكويشن ديت. ويبقى لو بدلتهم وغيرت اشاره اي واحد منهم يبقى ده دايركشن فيكتور لللاين اتسلف. ماشي الكلام كده؟ تمام. لو جينا اتكلمنا على مثلا ايكويشن زي دي اهي، بيقول لي هات لي الفيكتور فورم ليها. طيب اللاين ده مش هنقدر اجيب ان بربنديكولا عليه؟ هاخد ده دي الاي ودي البي بتاعتك، يبقى دي اي وبي، يبقى 3 ونيجاتيف 2. طب بدلهم وغير اشاره الاولاني بقت 2 3، ده دايركشن فيكتور مش كده؟ طيب دايركشن فيكتور، وبعدين انت عندك جنرال فورم الايكويشن ديت، احنا قلنا ان we should search for getting a point on the straight line مش كده؟ طيب this can be carried by taking x or y any value then we get the corresponding value of y or x. say x equal 0 taking x equal 0 we find negative y 2y plus 12 equal 0 and y equal 6 so 0 6 is a point and we get the vector equation. تمام كده. برضو نفس الكلام هنا، مديني اكزامبل اهو، يبقى اقدر اتعامل معاه بسهولة. لما اجي اجيب الايكويشن بتاعة الستريت لاين، the straight line has a slope m and intersects the y axis at the point 0 c intersect from y axis a part length equals the absolute value of the number c. Then by substituting in the Cartesian form we get in y minus c over x minus 0 equal m يعني y equal m x plus c. برضو هنا بنقول انه الايكويشن بتاعت line given two intercepted parts، يعني لو انا رسمت كده مثلا هنا اخدت كده مثلا واخدت كده ده الـ x وده الـ y وجيت اخدت لاين تاني كده زي ده كده اهو، رحت عامل هنا اللاين ده كده، ده كده انترسبت ايه؟ انترسبت الاكس في بوينت وانترسبت الواي في بوينت. هنا دي اكس وزيرو ودي زيرو واي مش كده؟ اهي. يبقى واي ماينس زيرو على اكس ماينس اي ايكوال نيجاتيف في اوفر اي. تمام كده؟ يبقى دي الايكويشن بتاعته بيبقى شكلها كده، اكس اوفر اي الاي اللي هي دي اللي هي البوينت دي الاكس بتاعتك هنا بلس واي اوفر بي دي البي بتاعتك اللي هي 0 وبي ماشي ايكوال 1. يبقى دايما الشكل ده كده انا هحفظه واشتغل بيه على طول بالنسبه للايكويشن بتاعه اللاين ده. تمام كده. طيب هنيجي بقى هنا نتكلم على
اخر جزئيه هنا اللي هي اهو مديني هنا مثلا ادي ايكويشن اهي بيقول لي هات لي الميجر فايند ذا ميجر اوف ذا بوزيتيف انجل ويتش ذا ستريت لاين 3x plus 2y plus 6 equals 0 makes with the positive direction of x axis, then find the point of its intersection with the coordinate axis. طيب هو عايز الميجر بتاع البوزيتيف انجل اللي اللاين ده بيعملها مع البوزيتيف دايركشن اكس اكسس. يعني معناها ان انا لو جبت السلوب يبقى هو ده التانثيتا. السلوب طبعا سهل اللي هو نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف واي زي ما احنا عارفين من ثالثه اعدادي، يبقى ده عباره عن تان سيتا. اسويه بتان سيتا يبقى انا كده ايه لما اعمل شيفت تان، يبقى طبعا هنا امتى التان بتبقى نيجاتيف؟ التان بتبقى نيجاتيف يا اما في السكند يا اما في الفورث كوادرنت، مش كده؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي الانجل دي اكيد اوبتيوس صح، يبقى الميجر بتاعها نعمل شيفت تان 3 على 2 هو هي هتطلع 56 و19، اروح قايل 180 ماينس 56 و19 عشان انا عرفت انها ايه انها نيجاتيف منين، ان التان بتبقى نيجاتيف في السكند او في الايه او في الفورس. ماشي طيب تو فايند ذا بوينت اوف انترسكشن ويز واي اكسس برضه هنعمل نفس الكلام، هنحط سي مثلا اكس ايكوال 0 يبقى طلع الواي، يبقى انت كده عندك بوينت تقدر تجيب بيها الايه تعوض وتجيب الايكويشن بتاعتك. تمام، وإن شاء الله المرة الجاية نبقى نكمل مع بعض. شكراً.